الحالة اللي معايا النهاردة من الجيزة، زياد عنده 12 سنة، زياد طارق، اتولد بحالة تحدب في العمود الفقري، وأنا الحقيقة كنت حريصة على أن أنا أشوف الحالات دي بتتعالج ولا لأ. والحمد لله فعلا لما قعدت يعني أتابع كده لقيت أنه في علاج للحالات دي بأمر الله تعالى. فزياد الحالة اللي عنده تحدب شديد في العمود الفقري مأثر على جسمه على حالته النفسية، والعملية محتاجة تكلفة كبيرة قوي، التكلفة كبيرة على والده وعلى والدته. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم. من ساعة ما هو اتولد وهو في علاجات وفي مستشفيات، من المستشفى للتأمين للدكتور ده للدكتور ده، تمام، من ناحية أكله وشربه ما بياكلش اللي هو برضو إيه زي الأطفال العادي وكده. حتى برضو لما اتولد ما كانش ما يعني بالنسبة للرضاعة مش طبيعية، كلام في مأساة يعني. فطبعا اللي حضرتك والدته طبعا هي اللي مكفله بكل القصه دي كله، وعارفه حالته من ساعه ما اتولد لحد الان. زياد عنده 12 سنه، هو اول ما اتولد كان عنده ثقب في القلب، فعمل عمليه وهو عنده سنتين، وكان بيتعالج مخه واعصاب. وبعدين دلوقتي هو مولود عنده نواف في العمود الفقري بس ما ظهرش لما مشي، فجه الدكاتره قالوا هيعمل عمليه اما يكبر يعني شويه. فبرضه رحت لدكاتره بره كتير، اكبر دكاتره في مصر، فبقوا يقولوا لي العملية عايزة دلوقتي 250,000 وانا معيش ان انا ادفع 250,000. دلوقتي عامل قلب مفتوح، حالته بقى سائت وعملية كبرت، ودلوقتي كلهم مفيش حد راضي يقبله، فمش عارفة انا اعمل ايه دلوقتي. هلا ان شاء الله قولك.